استعاذ الحبيب صلى الله عليه وسلم من الدين، وما يستعيذ بأبي وأمي من شيء إلا لعظمته. استعاذ من الدين وقهر الرجال. دعني أعيش وإياك هذه اللحظات مع موقف مع إمام الرحمة، مع العادل عليه الصلاة والسلام، مع المربي، مع القائد، مع المعلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فرأى رجلا من الأنصار، رآه جالسا، فإذا هذا الرجل هو أبو أمامة. فسأله الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما الذي أجلسك في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: يا رسول الله. تأمل كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وينبغي لكل داعية أن يعيش كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع الأصحاب، يسأل عن حاجات الناس ويقضيها، ويمسح دمعة اليتيم. ينبغي أن يكون الداعية إلى الله رفيقاً رحيماً قريباً من الناس. قال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون غلبتني. هذا الذي جعله يجلس في المسجد. المسجد موطن رحمة، موطن تقضى فيه الحاجات وتفرج فيه الكربات. يا أخي، أنت تزور رب الأرض والسماوات، تزور أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والله ما دخل بيته مهموم إلا فرج همه، ولا مدين إلا قضى دينه، ولا مريض يشتكي الآلام والأسقام والأوجاع إلا وخرج من بيته وقد عافاه ربه. أنت في بيت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أبو أمامة دخل المسجد، وأنا أقول لكل مهموم، لكل مدين، لكل مريض، لكل مغموم: إذا اهتم الإنسان واقتم واشتد الكرب ولم تقضى الحاجة، فلينطرح في بيته وعند عتبته، وليسأل ربه جل جلاله، وسوف بإذن الله تقضى حاجته. قال: غلبتني وديون غلبتني يا رسول الله، هموم لزمتني وديون غلبتني، ما عاد يستطيع القضاء. قال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على كلمات إذا قلتهن أذهب الله عنك همك؟ اسمعوا يا أصحاب الهموم، كلمات مباركات يقولها عليه الصلاة والسلام لأبي أمامة، فيذهب الله الهم ويقضي الدين ويفرج الكرب. ألا أدلك على كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا أمسيت وأصبحت قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كلمات ينبغي لكل إنسان أن يجعلها من أذكار الصباح والمساء. عباد الله،